بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي كل غزي تدغاغيمو زحتت حتوتات اهل العلم انتي كم زبولو نابو بمملاس ان شاء الله كنملسينا مالتيو حاده كبت حتوتات انتي زبلالو الاعذار المبيحة للفطر في رمضان انتي يوتي قبل مخنيات زبهال أب رمضان أب ورح رمضان نخف الترحاز سب زفق أدلو أولا المرض قدامي حماميو المرض حمام مالد ماني كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علا زخون يكون مخنيات متيون نفسه زقود حمام انت دعا وريد واللقينو إزي نخف التر إفق أدلو مالتيو ولذلك ابن قدامى انتايلو أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل علماء إجمع كيروم يم حادثب انت دعا حمام اللقينو موت حمام وخاز وسخ انت دا اخوينو بمصامو نخفطر رخصه ويدماني فقاد الله مخنياتو ربنا عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر سلازبل مالتيو كوم دماني وعن سلمى ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايه اذا ايه زي اب سوره البقره زلا مستا ايه نيسيام زلا وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين تبدلا كان من اراد ان يفطر يفطر ويفطر ويفدي ويفتدي انت دا حادثب كفطر انت دا ادليو ابت نيمجم راسيام زنبره انت دعادلي يصوم انت دعادلي دماني افطيرو اطعام يغبر اكنتا افطيرو وازلو مسكين يبلعنيرو حتى انزلت الايه التي بعدها بدحري ازل ايه مسوردت شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه تبلزل مسوردت فنسختها نزا ايازيا نسختها مالتيو إذن فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عدو له أن يفطر انت دا حد سب زفر احنا قرع بحت مستحمامو تتحازي انت دا تسأيمو تحمامو زقدد انت دا أخوينو ويدماني زهسي انت دا أخوينو كفطر إفك أدولي بل يسن فطره بل تدتفتوه كفطر انكلئو ويكره اتمامه بل انا خصومي ولاندا تصل ان خلو انت دعايلو مكرهو لانه قد يفدي الى الهلاك مهنياتو ناب غدات سلاز ودق دلو ما يلتيو فيجب الاحتراز عنه سلازي كتنقق يدلو لنفسه ثم ان شده المرض تجيز الفطر للمريض انت دع حمام برتعو حادثب كاب صيام عذر سلزلو كفطر إخئليو أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب فإنه لا يجوز له الفطر انت دعات عنا زلو خينو أنا أخدك مي ويدماني كتأمي مالت دخامي سمعني بمبالقن كفطر إخئلينيو إذا حصل له بالصوم مجرد شدة التعب انت دعا زحام مترحيو فقط توهيبو زلو مالتيو حادي كال أي دماني نخفطر مخني زلو السفر ويدماني مسافر مالتيو قياشاين تدعى خوينو مخنياتو ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سلزبالي أما بل 174 آيات اللهم عليتو إذن تدعى قياشاي كوينو دماني كفطر إفق أدوليو سالساي دماني الحمل والرضاع انت دعى زت أنست سبيتن تتقبو سبيتن انت دا اخوينا دما كفطرا يفق ادلنيو الفقهاء متفقون على ان الحامل والمرضع لهما ان تفطر في رمضان كلهم علماء دي تسامعلو انت دا تنستن كومو دماني تطبون انت دا اخوينا كتفطر تخليا بحاده قدمه هنت بشرط ان تخاف على انفسهما او على ولديهما المرض لنفسا يخون ويدمانتي اب كبدادلو وينتي تطببو زلا انت دا ازو غدا انت دا اخوينو
كتفطر تخيل يا مالتي ودليل ترخيص الفطر لهما اتي مرتع كتفطر فقدا ازبل دماني تعام زخنت ايات القران ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر زحمما جياش اي زخنن افطروا ابكالي معلتي تكاين تبلدلا نساءات مرتع وليس المراد من المرض صورته حمام كبهالن كله طرح عينتنا اي حمام زيكونه بل انت دعا فإذا حمامت بالتذكرة زلا فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يصوم حميم زلون تلازي قد أخوينوين أفترنيو انتاي مالتي هذا أزا أيازي انت دعا حد سبزه السين زقود دعان انت دعا أخوينو إذا سبزي مسحز حمامة سلزي قدسر كتفتر تخيليا مالتيو سلزي الحامل والمردع تتبود اللان زتنستن كفترة يفك أدلنيو مالتيو ومن الأدلة ترخيص الفطر كتفطر تخيليا زتبهالة بجكاز القرآن وين أب حديث مرتع تالو حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زيلهم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة الله سبحانه وتعالى ني مسافر زخوني صوم كومو دماني فرق ناي سلاتن مالت بعلتي أربعة ركعة نبرت ناي سلات مالتي كل تركعة ناخد كون رب سبحانه وتعالى أفكسو ليبلو وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام لهم كومو دماني زي تنستن كومو دماني تطبون تدأخوين دماني صيامون رب سبحانه وتعالى أقلل لهم ويدماني ودع عنهم ولذلك أبكالي روايوين عن الحبلة والمردع دبلا لما التي تتقبون نتا حامل تبل دلا حبلة تبل كومدماني والمردع نزيئة نخفترا فقد تواهبوني زبل أب رواية أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه زركب حديثي مالتي هل عليهم الفدية أم الصيام فقط انت دعا بتنسي انت دعا اللو أخوينو نتنسى تفرحوين نفسا انت دعا أخوينو كومدماني تتبو انت دا اخوينا انت دا افت اراكالي مع التخدتك اخلا مستتتك اقلو مع التاتكني اطعام اللوادس ولا سيام ترحيو زلوا شيخ ابن باز رحمة الله عليه انتايبل فالحبل والمردع كالمسافر او والمريد انت دا زت انست كومو دماني تتبو انت دا اخوينا لك كم زحامم كومو دماني كم قياشاي كوم ايان تفتراني وتقضيان تن مع التات يفترى كومو دماني يقاديان وليس عليهما فيديا فيديا زبهال مسوء اتعم زبهال يبلومن هذا هو الأرجح إذي يتي زيادة مرتع زلو وهذا هو السواب إذي خاءت قنوع وهو الذي نفتي به كم إلنا إنا دماني إفتأن هببل وهو الذي فيه ما يظهر هو قول الأكثر من أهل العلم تمزبوز علماء إذي أمزبولو لأنهما شبيهان بالمريد مخنياتو مس حمام زت دماسا سلزقاني ربنا عز وجل كان زحامم دماني نخفت رخصة سلزهابم فقد يشق عليهم السوم من أجل الرداع سلتتبو زخونت زدكما سلزخونت يا دماني تفت ارزلا أو من أجل الحبل وي دماني تنستسل زخونت وقد لا يشق عليهم كمو تنستخوين دماني أمو دماني تبكب دادو اللو وينساوين تهسي سلزخونت بخمو سلتفت ارزلا لك عكمتي نزحام مسب كفطر تفقد وجلو نزياتن دماني كافطيرن زين معلت زياتن قديان دا امبري في ديانا يتعمسو الكن اي بهالنيو تمرتعو انت دا انت دا رينايو ايبل مالتيو اذن برابعي درجه خني نخفطرو زفقدلهم من الله انت دا ايلنا الشيخوخه والهرم عبيت زلو كومو دماني عابيو اب نفسو كئلت نخط قوم زي بلو انتر اخوين دماني ازوين نخفتر يفقود اي مالتيو وتشمل الشيخو خاخن بالكلنا والهرم مايلي الشيخ الفاني وهو الذي فنيت قوته حيلو زتقلمو بإرقان بعبيت عدميو بمدفع او اشرف على الفناء ويدماني ناب إرقان بتيحو نفس خلو زدخم انتر اخوينو واصبح كل يوم
ሙዕጅዝን ፊ ነቅሲን ኢላ አን የሙት ኩላ ጊዜ እርጋን በፂሑ ደኺሙ ነፍሱ እንዳደኸመ እንዳደኸመ ክሳብ ጊዜ ሞቱ እንዳደኸመ ስለ ዝኸይድ ደሎ እዚ ኣብ ዕብየት በፂሑ ነፍሱ ክቆፃፀር ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ነፍሱ ማለት ኣብ እርጋን ኣብ ድኻም ዘሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ድማኒ ወልመሪድ አለዚ ላ ዩርጃ ብርኡሁ ሓሚሙ ድማኒ ተስፋ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ብሕክምና ንክሓዊ እውን ዕድል የብሉን ዝተባሃለ እንተ ደኣ ኮይኑ ወተሓቀቀ ልያእሱ ምን ስሓት እቲ ጥዕንኡ ከም ብሓድሽ ዳግማይ ዝትስእ ኣይኮነን እንተ ደኣ ተባሂሉ ኮይኑ ከምኡ ድማ እርጋን ዘለዎ ተኮይኑ ከምኡውን እርጋን ዘለዋ ሰበይቲ እተኮይና ነዚኣቶም ክፀሙ ክእለት ስለ ዘይብሎም ከፍጥሩ ይፍቀዶም እዩ ናይተን ዘፍጥርዎን መዓልቲ ድማ ፊድያ ይጣዓም ጥራሕ ይገብሩ ማለት እዮም ወሊዛሊክ እታ ኣያ ቁርኣን ኣብ ሱረት ልበቀራ ደላ ወዓላ ለذነ ዩጢቁነሁ ፊድየቱ ጣዓሙ ምስኪን ትብል እብኒ ዓባስ ረድየላሁ ተዓላ ዓንሁማ እንታይ ይብል አልኣያ ለይሰት መንሱኻ እዚ ኣያ እዚኣኮ መንሱኻ ኣይኮነትን ወህያ ልሸይኽ ልከቢር ወልመርአቱ ልከቢራ ንዓብይ ሰብኣይ ንዓባይ ሰበይቲ ዝኾነት ላ የስተጢዓኒ ኣሶም ክፀሙ ዘይክእሉ ዝኾኑ ፈዩጥዒማኒ መካና ኩሉ የውሚን ምስኪና ነታ ነፍሰ ወከፍ መዓልቲ ዘፍጠሩላ ኣክን ደኣ ኢጥዓም ንክገብሩ እዩ ተፍቅድ ደላ ይብል ማለት እዩ ኢማም ልቡኻሪ እውን ራሕመትላ ዓለይ ወኣማ ሸይኽ ልከቢር ኢዛ ለም ዩጢቅ ኣስያም ፈቀድ ኣጥዓመ ኣነስ ባዕደማ ከቢረ ዓመን ኣው ዓመይን ኩለ የውምን ምስኪናን ኹብዘን ወላሕመን ወኣፍጠራ ዝዓበየ ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ክፀውም ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ሓይሉ ዝጠለሞ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣፍጢሩ ነተን መዓልታት ዘፍጥረን ደሎ ድማ ንመስኪን ክህብ ይኽእል እዩ ከምኡ ሰይድና ኣነስ ረድየላሁ ዓንሁ ኣርዳ ዕድሚኦም ምስ ደፍአ ሓደ ዓመት ወይ ክልተ ዓመት ዝኸውን ኣብቲ ናይ እርጋኖም ዝነበሩሉ ኢጥዓም ጥራሕዮም ዝገብሩ ነይሮም ይብል ኢማም ልቡኻሪ እዛ ከፍጥሩ ዝፍቀዶም መን እዮም ዝብሉ ትሕዝቶ በዚ ንድምድም ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ነስአሉ ላህ ዓዘ ወጀል ብመኒሂ ወከረሚሂ ኣን ይወፍቀና ወኣን ይሰዲደና ወሰለ ላሁ ወሰለማ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ።